مرحبا شباب، شرحنا بالفيديو السابق كيف تجزئة العمليات المشاهدة على الحساب. أتمنى قبل ما نبلش الشرح تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتحطوا تعليق يحفزني حتى أنشر لكم أكثر. يلا نبلش. عندك هون 5 نصائح إذا ركزت فيهم وعملت فيهم زي ما هو مذكور بالضبط خلال أسبوع غير تلاقي نتيجة جميلة جدا على المحتوى الخاص فيك، شرط إذا تبعت الشروط المذكورة بالفيديو.